اهلا بحضراتكم مره اخرى. مباراه انتر ومانشستر سيتي يوم السبت نهائي دوري ابطال اوروبا. كل التوقعات او 99% من التوقعات رايحه لمانشستر سيتي، 1% من التوقعات رايحه للانتر، 1% دي عند محمود ابو الركن ده غالبا اللي في العالم كله. عشان كده هسيب 1% للاخر صح. وهبدا به محمد مصطفى واسلام كولومبيا يقولوا لنا رايهم في هذه المواجهه. 99% انت من 99% اكيد معانا اكيد معانا. شايف المباراه دي هتبقى عامله ازاي؟ لا طبعا هتبقى مباراه كبيره وصعبه جدا. الانتر التسلسل المباريات سهل عليه الدنيا، يعني لو انتر كان الخصم مختلف شويه، لو القرعه انت بتتكلم في سكه بايرن باريس وبعد كده بتتكلم في بايرن سيتي سيتي ريال مدريد، لو اي فرقه من الفرق دي كانت موجوده الناحيه الثانيه كانت هتكون موجوده فاينل، ده يعني ده اكيد. ولكن الانتر الامور خدمته شويه انه يوصل فاينل، ولكن الناحيه الثانيه برضو انزاجي اشتغل على فرقه باقل الامكانيات، عمل توليفه محترمه جدا، اللعب الثلاثه ورا في القلب والطرفين عنده ديماكرو ناحيه الشمال مع جوسنز ودومفريس، وسط ملعب باريلا وتشالو نوجلو ثنائي قوي جدا، بتكلم برضو جيكو قدام ولوكاكو بعض الاوقات لوتارو مارتينيز، عامل توليفه وفرقه محترمه جدا بعد المنافسات رجوعه تانية للمنافسه في الدوري الايطالي، قدر ان هو يعني يفوق تاني ويرجع في الشامبيونز ليج. على الناحيه الثانيه هو بيقابل خصم هو بالنسبه له لا لازم ياخد الثلاثيه خلاص، في السداسيه كمان جايه بعد الثلاثيه جايه في الطريق يعني طبعا. ولكن مش هيكون مباراه سهله، يعني الانتر هيلعب زون، وانا بقول لك اهو إن مش عاجبه الكلام يا جماعه. محمود ابو ركه ده اكبر مشجع عربي للانتر الدنيا يعني. يا عيني على الفجيه يا عيني على الفجيه والله. انا عايز القميص فيرزاتشي يا جماعه برضك فيرزاتشي. انا هقول لك حاجه انا قلتها على الهوا، معلش يا محمد انا قطعتك يا سيبك تكمل. يوم ما الانتر والسيتي خلاص اتحسم ان هم هيبقوا المباراه النهائيه، انت كتبت تويت انت ناسيها، في تويت ثانيه هكلمكم عنها لما اروح لابو الركب عشان تويت مهمه جدا يعني، وهي برضو تاريخيه بالنسبه للوطن العربي. بس في تويت كتبها بعد ما اتحسم ان الانتر هيواجه السيتي في النهائي، فالراجل ده دخل كتب انا استشهدت بيها هنا على الهوا لو تفتكروا، قلت الزميل العزيز محمود ابو الركب قالها يعني. قال لك قولوا لي يا جماعه مكافاه المباراه النهائيه او مكافاه المركز الثاني كام؟ اول ما عرف ان السيتي هيلعبه فقال لك قولوا لي المكافاه بتاعت المركز، عايز يطلع باي مصلحه. لا بس هي ليها سبب بس نسمع اسلامه. اسمع حاجه ثانيه محمد. بس انا الانتر مش هيكون لقمه سهله يعني للسيتي، ماتش مش هيخلص سكور ده اكيد، انا بتضامن معاك. الانتر مش هيخسر سكور وهيتعب جدا السيتي، بس في النهايه قوه السيتي الجباره اللي حاصله ودماغ جوارديولا الفذه الاوفر كوتشنج اللي بيظهر في بعض الاوقات ده بمعنى الايجابي مش بمعنى السلبي. يعني الانتر هيبقى اجمل من بايرن قدام سيتي. بص بايرن ده يعني هي الظروف لازم اديها له كده يعني. عارف الاستوديو هيجينا انا كمان. هي يعني سيتي دايس علينا كلنا بصراحه. لا هي ظروف بايرن السنه دي فعلا. لا لو ناجلسمان كان كمل مع بايرن ميونخ كنت هتشوف نسخه ثانيه. خليها على الله. بايرن ميونخ حاجه اخيره، بايرن ميونخ وصاب باريس سان جيرمان، الراجل ناجلسمان عمل مباراه عمره ولعب بثلاثه في القلب، وستانيسيتش اللي ما لعبش الموسم كله شفناه في ماتش باريس سان جيرمان، شفنا قد ايه ميسي ومبابي اختفوا. انا اسف اني جبت تاكسي بايرن، حسيتك ان انت سخنت على طول. اتفضل اسلام. بص هو انا مع 99% بس هو انتر فريق لا يستهان بيه برضو حتى لو هو الفريق المستضعف في القصه كامله يعني. لان انتر مع انزاجي 32 مباراه في الادوار في الاقصائيات عموما في الكؤوس كسب منهم 21، 17 مباراه من 32 خرج كلين شيت، فده اكتر من 50%، فدي حاجه توريك ان انتر في المباريات الاقصائيه عموما او في مباريات الكيوس بيعرف يقف على رجليه على المستوى الدفاعي. اللعب او التركيز على الناحيه الشمال دي ماركو والمثلثات اللي بيعملها انزاجي واللي اتعبت بقى كل المنافسين سواء ميلان قبلهم بنفيكا قبلهم بورتو، فلا هو انتر مع انزاجي في المباريات دي وخصوصا في ماتش زي دوت هي مباراه فاصله وحاسمه في تاريخ الجيل ده بالذات، فاعتقد ان هم هيطلعوا كل اللي عندهم. وراهم اندريه اونانا 8 كلين شيت في دوري الابطال، منع 8 اهداف محققه من اتلتيكو شباكو، فده بيدل ان هو برده ان انت معاك حارس ممتاز جدا. اللي هيشوق يعني ممكن نقول اللي هيبقى الخطر الاكبر على انتر في الماتش هو رودري من وجهه نظري، لان انتر بيلعب 3-5-2 وفي الحاله الدفاعيه 5-3-2، الناحيه الثانيه مانشستر سيتي بيلعب 3-2-4-1، فلما هنقابل الاربعه او الخمسه المهاجمين بتوع الخط الوسط والان هالاند مع الخمسه بتوع دفاع انتر، فانت بالتالي هيبقى عندك في زياده عدديه في خط الوسط اللي هو ستونز ورودري،
فانا بشوف ان رودري هو الوحيد اللي لو فعلا قدر مع التمريرات السريعه بتاعت مانشستر سيتي واللعب اللي بيلعبوه والتحركات السريعه لو انتر ما قدرش يجاريها فرودري دايما هيكون في موقف اللي هو انا اقدر ابقى عندي الزياده اللي اقدر ازيد بيها. رودري استغل ده في ماتش بايرن ميونخ لما انا اسف يعني برضه وسجل هدف من بره ال 18 وكانت اول هدف ليه في دوري الابطال فبالتالي هو ممكن يكرر ده قدام انتر. انت انبسطت ان انت خرجت من الانتر؟ ما طالما هلاعب سيتي يبقى لازم ابقى مبسوط نجوت يعني الحمد لله نجوت عارف انت اللي هو نجوت هربت منيهم بس هو انتر احسن مني وهيخسر طب يعني هيحصل ميلان ايه اصلا؟